أثار القنبلة الذي ضرب أمريكا وقتل 38 شخصاً. أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 38 شخصاً بسبب عاصفة شتوية مصحوبة برياح جليدية تجتاح وسط الولايات المتحدة منذ أيام. أكثر الضحايا في مقاطعة إيري بولاية نيويورك التي تضم مدينة بافلو، حيث وصل ارتفاع الثلوج إلى 3 أمتار في بعض المناطق، وعثر على بعض الضحايا في سيارات وعلى آخرين في شوارع وسط الثلوج. بدأت العاصفة القاتلة مساء الأربعاء تصاحبها رياح قطبية أدت إلى تساقط ثلوج كثيفة، واضطرت السلطات إلى فرض حظر التجول، لكن مئات الأشخاص ما زالوا عالقين في سياراتهم. تعد عاصفة القرن الأسوأ منذ عقود، ولا يزال الآلاف يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب العواصف الثلجية الرهيبة. كما أرسلت ولاية نيوجيرسي المجاورة فرقا من خدمات الطوارئ إلى ولاية نيويورك لتقديم المساعدات. كما وصفت حاكمة ولاية نيويورك العاصفة بأنها عاصفة القرن الثلجي، ووصفت الأمر بأنه أشبه بالذهاب إلى منطقة حرب ومشهد المركبات على جانبي الطرق صارم. كما أضافت أن العديد من سيارات خدمات الطوارئ لم تتمكن من الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً أو علقت في الثلوج. وقال مسؤول ولاية نيويورك إن أفراد الطوارئ كانوا ينتقلون من سيارة إلى أخرى بحثاً عن ناجين من العاصفة، وعثروا على جثث في سيارات، وآخرين توفوا نتيجة سكتة قلبية أثناء تجريف الثلوج. حيث أصدرت ولاية بافلو تحذيراً للناس بأن الإجهاد المفرط في عمليات تجريف الثلوج يمكن أن يسبب نوبات قلبية أو إصابات في الظهر. هذه الظروف القاسية تسببت في إحداث حالة من الفوضى في أمريكا، حيث اجتاح اللصوص المتاجر، أخذوا كل شيء، أخذوا اللعب والإلكترونيات ومكبرات الصوت، وقدر حجم السرقة بما يصل إلى $50,000 من المعدات، في حين كانت قوات الشرطة مشغولة بإنقاذ كبار السن. وتسببت عاصفة الشتاء أو إعصار القنبلة كما تعرف في تعطيل حركة السفر في جميع أنحاء البلاد. وتحدث هذه الظاهرة عندما ينخفض الضغط الجوي، ما يتسبب في تساقط ثلوج كثيفة وهبوب رياح شديد. وتم إلغاء نحو 4,000 رحلة جوية أمريكية. دمتم في رعاية الله وأمنه. كانت معكم حنان أحمد من كويس شنات.